مساء الخير كابتن هيثم، تحت حضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو والزميله العزيزه ساله حامد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه القمه في المجموعه الثالثه من الدور الاول لدوري الكره الطائره، مباراه الاهلي وبتروجيت. الاهلي المتصدر بالطبع بالعلامه الكامله 12 نقطه، ووصيفه بتروجيت بوصيف 9 نقاط. في نفس الاثناء بيجري حاليا في الصاله الاخرى داخل النادي الاهلي مباراه المرتبط 15 سنه، يمكن نتيجه لحد الان هي تقدم النادي الاهلي بشوطين مقابل شوط واحد. لمعلومات اكتر بقى عن المباراه، يعني سله النهارده النادي الاهلي سعد ازاي المباراه، كلمين اكتر على الجزء الريالي. بشكرك جدا طبعا زميلي محمد، بس خليني في البدايه ارحب طبعا بالكابتن هيثم السعيد وبكل ضيوفه الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن خليني اقول لك يا كابتن هيثم، يعني كل استعدادات الفريق الاول للكره الطايره رجال طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي، يمكن الفريق يعني كان بيستعد بشكل طبيعي زي كل مباراه، بيواصل التدريبات بشكل طبيعي. امبارح يعني ختم استعداداته هنا على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، والنهارده كان في محاضره كمان فيديو ما بين كابتن ميدو مسلحي واللاعبين الحديث يعني عن مباراه اليوم. وطبعا يعني كابتن ميدو كان بيكلمهم عن بعض نقاط الضعف والقوه الموجوده عند نادي بتروجيت، وطبعا يعني بعض التعليمات نبههم ان هم طبعا يعني يحسموا اللقاء بشكل سريع، ان هم يحسموا اللقاء يعني اول ثلاث اشواط طبعا، وان هم يعني خلصوا المباراه بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يعني كمان خليني اقول لك ان النهارده كل الفريق يا كابتن هيثم متواجد في ملعب المباراه ما عدا يعني اربع لاعبين مش موجودين النهارده في القايمه، وهم كابتن احمد قطب طبعا يعني مش موجود بسبب الاصابه، وهو حاليا هو في فتره التاهيل، ويمكن الاصابه اللي يعني بيعاني منها هي التهاب في الغضروف الداخلي. كمان عصران النهارده محمد عصران مش هيكون متواجد بسبب التجنيد لان هو طبعا متواجد في الجيش، وابراهيم رسلان وانس صلاح الدين الاثنين هيغيبوا النهارده عن القائمه بسبب الرؤيه الفنيه للكابتن ميدو مسلحي. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم النهارده انه لتاني مره هيظهر المحترف الايطالي في المركز الاربعه لويجي، يمكن النهارده هيكون متواجد لتاني مره، ولاول مره هيكون متواجد النهارده ان شاء الله يعني المحترف الكوبي، وطبعا في المركز الليبرو وهو المحترف يواندر النهارده ان شاء الله هيكون متواجد لاول مره مع فريق النادي الاهلي، بعد ما النادي الاهلي يعني سعى بشكل كبير وبذل مجهود كبير جدا ان هو يسد مستحقاته للاتحاد الكوبي للكره الطايره عشان طبعا يتأيد ويكون متواجد بشكل رسمي مع فريق النادي الاهلي. يمكن دي كانت كل يعني استعدادات فريق النادي الاهلي النهارده لمباراه الاهلي وبتروجيت. يعني كمان خليني يا محمد اسالك كده عن استعدادات نادي بتروجيت لمباراه اليوم. بالطبع كابتن هيثم، ضيوف الكرام، فريق بتروجيت وصيف النادي الاهلي في المجموعه يمكن استعد بشكل اكثر من رائع للموسم بشكل عام، بمعسكر قوي جدا في محافظه الاسكندريه، لعب في كل انديه الاسكندريه، الاتحاد، سموحه، سبورتنج، وكان يعني معسكر اكثر من رائع. كمان زي ما قلت لحضرتك هو وصيف المجموعه بتسع نقاط، يمكن فاز اول ثلاث مباريات على مصر البترول، اسكندريه البترول وبنها، ولكن منى في اخر مباراه امام الترسانه بخساره مفاجاه بثلاث اشواط مقابل شوط واحد. يمكن اتكلمت مع كابتن محمد اللقاني قال لي احنا هدفنا بالطبع هو الدخول في الثمانيه الكبار، يمكن الطلوع من اول ثلاثه في المجموعه وبعد كده المجموعه الثانيه كمان من اول اربعه، قال له بعد ما نوصل للثمانيه الكبار هنشوف بعد كده هنعمل ايه. اداء اجواء اكثر من رائع داخل صاله عبد الله الامير عبد الله الفيصل، يعني داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. النادي الاهلي زي ما شايف حضرتك في الصوره بيجري عمليات الاحماء، وفريق بتروجيت نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون ثلاث نقاط جديده تضاف الى الفريق، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه. كمان كابتن هيثم اتفضل.